اهلا بكم متابعي السعوديه الرياضيه في كل مكان، طابت اوقاتكم بكل خير. نرحب بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج الملعب، لكم اجمل تحيه من كافه الزملاء في فريق العمل، الزميل عبد العزيز الناجي ومخرجنا علي المالكي وبقيه الزملاء في كنترول القنوات السعوديه الرياضيه. اليوم بالتاكيد حلقه خصصناها لاخر الاحداث الرياضيه، نهائي كأس ولي العهد وتتويج الهلال بطلا لها. الجزء الأكبر خصصناه للحديث عن هذا النهائي، بالتأكيد العديد من الفقرات والتقارير المعدة لهذه الحلقة. البداية مع العناوين. الأمير نواف يجتمع مع اللجنة الأولمبية الدولية. كأس سلمان للمرة الثانية عشر في رصيد الهلال. عبد الرحمن بن مساعد، حجم نادي النصر كبير. فيصل بن تركي، دموعكم غالية ولن نتوقف. وسيونغام الكوري يطالب ببطاقة جيباروف رغم ارتباطه مع الشباب. كانت هذه العناوين في حلقتنا لهذا اليوم، منها إلى التفاصيل. قبل ذلك أرحب بضيف الملعب لهذا اليوم، الزميل عبد الوهاب الوهيب، الكاتب والإعلامي الرياضي. حياك الله عبد الوهاب. مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين. مساء الخير، حياك الله. طبعا كما ذكرت قبل قليل متابعينا، راح يكون لنا الجزء الأكبر للحديث عن تتويج نادي الهلال والحدث الأكبر مساء الأمس، وتقارير وفقرات وحديث في الطرفين في الجانب الهلالي والنصراوي، تغطية أيضا لكل تفاصيل هذا النهائي. لكن وفي خبر وزع لوسائل الإعلام هذا اليوم، استقبل الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، عضو اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس اللجنة الأولمبية الألمانية الذي يزور السعودية حاليا، وناقش معه العديد من المواضيع المتعلقة بالتعاون القائم بين اللجنة الأولمبية العربية السعودية واللجنة الأولمبية الدولية. كما تم أيضا في هذا الاستقبال اليوم السبت بمكتبه مناقشة التعاون بين اللجنتين الأولمبيتين السعودية والألمانية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنتين وسبل تدعيمها. حضر الاستقبال محمد المسحل الأمين العام للجنة الأولمبية العربية السعودية. كان هذا فيما يتعلق باستقبال الأمير نواف بن فيصل اليوم في مكتبه لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية أو نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس اللجنة الأولمبية الألمانية السيد توماس باخ. نشاهد معكم متابعينا هذا اللقاء مع الأمير نواف بن فيصل الذي تحدث عن هذا الاجتماع. We had an important tournament, the Crown Prince Cup, and it was really a long match. It was to the end until the penalties, and it was really a good match. I hope that you could make it, Your Excellency, we will be happy to receive you in like this finals, inshallah, in the future. Thank you very much, Royal Highness, and thank you very much for the kind hospitality and the welcome. It is indeed always a pleasure and honor meeting you, and as you already mentioned, I think that the relations between the International Olympic Committee
and the Saudi Olympic Committee have never been better than today. And the same is also for the relations with the German Olympic Committee. We are really very, very pleased and honored about this great cooperation. And congratulations for last night. It was the big event, the Crown Prince Cup. I could see it briefly on and on also, TV. And also, actually, we had some guests there. Yeah. I'm sorry, maybe we were late or a little bit, just because we they were from the region. They come to this match. And the two cups, Your Excellency, were Nasser and Hilal. They are the most famous clubs in the city here. So it was very crowded. Mm-hmm. From a lot of years, we don't have a lot of crowd, not just inside the stadium, inside and outside and in the homes, mm-hmm. everyone. Yesterday, a lot of people had the same comment. كان هذا لقاء الأمير نواف بن فيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، بالدكتور توماس باخ نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس اللجنة الأولمبية الألمانية. في جانب آخر متابعينا، وفي توضيح من إدارة نادي الشباب حول محترفها الأوزبكي جيباروف، حيث تلقت إدارة كرة القدم بنادي الشباب خطابا رسميا من نادي سيونغام الكوري الجنوبي يطالب من خلاله بالبطاقة الدولية للمحترف الأوزبكي في صفوف نادي الشباب. اللاعب سيرفر جيباروف، على الرغم من أن اللاعب لا يزال مرتبط بعقد ساري المفعول مع نادي الشباب ومتبقي منه نحو موسم ونصف، تؤكد الإدارة الشبابية أن توقيع المحترف الأوزبكي مع النادي الكوري الجنوبي تم بدون علمها، وتوضح أن اللاعب جيباروف غادر إلى بلاده للمشاركة مع منتخبه الوطني ولم يعود مرة أخرى، وقد تم إشعاره بالغياب عن التدريبات. فوجئت الإدارة الشبابية بطلب نادي سيونغام الكوري البطاقة الدولية للاعب جيباروف، وشرعت الإدارة الشبابية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد اللاعب والنادي الكوري حفاظا على حقوق نادي الشباب. هذا فيما يتعلق بقضية لاعب سيونغام الكوري الجنوبي اللي هو جيباروف، لاعب نادي الشباب الذي وقع عقدا مع هذا النادي دون علم الإدارة الشبابية. بحسب المعلومات اللي وصلتنا بأن الإدارة الشبابية سوف تخاطب أو خاطبت الاتحاد السعودي لكرة القدم حول هذا الموضوع، ووعد الاتحاد السعودي بأن يقف مع الإدارة الشبابية في هذه القضية، وأن يكون هناك مخاطبات بشكل رسمي للاتحاد الدولي لحفظ حقوق نادي الشباب. طبعا اللاعب جيباروف تبقى من عقده مع نادي الشباب موسم ونصف، وكانت قيمة العقد مع هذا اللاعب 3 ملايين دولار. عبد الوهاب، كيف تعلق؟ والله أنا أرثي الحال الفريق الكوري ولجيباروف، لأنه أخطأ بحق نادي الشباب، ونادي الشباب وإدارته في وجهة نظري الأكثر خبرة ودراية في نظام الاحتراف السعودي ونظام الاحتراف العالمي. من تجارب سابقة أثبت نادي الشباب حنكته في تعامله مع الأمور الاحترافية، وبالتالي القضية 100% لصالح الشباب. اللاعب تبقى من عقده سنة ونصف وهو في عرف كرة القدم لاعب شبابي، وتسجيله في نادي آخر ربما يعرضه أصلا للوقف، هذا غير العقوبة المالية المترتبة على هو بيلعب. يا عبد الوهاب، حسب المعلومات اللي عندي أن اللاعب راح يلعب مع فريق، يعني أنا استغرب كيف يلعب بدون ما تصل البطاقة الدولية. البطاقة الدولية يملكها نادي الشباب، وبالتالي ما أعتقد باقي من قيمة عقده مع نادي الشباب موسم ونصف، وبالتالي من المنتظر إما أن يدفع شرط جزائي لفسخ عقده أو يعود لنادي الشباب. هذا المتعرف عليه
في عملية انتقالات اللاعبين. لو كان اللاعب عاطل وليس مسجلا في أي نادي آخر يحق النادي سونغنام الكوري تسجيله، ولكن بما أنه في نادي الشباب مسجل وتبقى من عقده سنة ونصف، فنادي الشباب هو من يقرر هل ينتقل أم لا ينتقل وإلى أين ينتقل. من المفترض أنه نادي سونغنام الكوري يفاوض الشباب أولا قبل لاعب، لأن الشباب هو من يمتلك العقد. يستطيع جيباروف أن يخرج من هذه المعضلة بشراء عقده المتبقي من نادي الشباب، وبالتالي تكون عملية انتقاله سهلة. ولكن هو لم يتبع نظام الإجراء القانوني وفضل الذهاب دون أخذ رأي الإدارة الشبابية، وبالتالي أعتقد القضية واضحة وصريحة. بس قضية غريبة نادرة الحدوث، نادرة لأنها سهلة وساذجة من اللاعب والنادي الكوري في نظري يعني. هو ذهب من نادي الشباب على أساس أنه بيلعب مع منتخب أوزبكستان ولم يعد التصفيات الأخيرة. نعم ولم يعد بعدها، ما عاد رجع للشباب. أنا أعطيك إياه المثال باختصار. فوضى؟ لا خلنا أعطيك إياه مثال يعني فوضى في الجانب الكوري من النادي الكوري ومن اللاعب، يعني هي لا تحدث إلا من النوادر. أنا أعطيك مثال بسيط. لو تخيل لو لاعب في نادي سعودي شال شنطته وطلع من تمرين الفريق وراح للنادي الثاني وقال بلعب معكم، سجلوه. يعني مستحيل تصير في أنظمة فيها، في عقود، في يعني حتى في نظام الهواة ما تحدث. يعني كأنه يقول هو أو حتى ناديه اللي وقع معه اللي هو سونغنام الكوري، كأنه يقول لاعبين مع بعض بالقوة. رضيته ولا ما رضيته؟ والأمور لا لا الأمور ما تمشي بالطريقة هذه. أكيد أنها ما تمشي. حقوق الشباب محفوظة. أنا حتى بعد لما قريت التوضيح من إدارة نادي الشباب وتابعت التطورات وحاولت أني أبحث عن الموضوع، يعني موضوع صراحة يعني خاصة كوريا الجنوبية يعني أتوقع وصلت لمرحلة متقدمة من الاحتراف. بالتأكيد هو عذر اللاعب كما أتصور. أنا أتصور يعني أنه عذر اللاعب أنه أنا ما ألعب كرة قدم، يعني أنا الآن متوقف، النادي ما يلعبني، وهو عذر لا يسمح له بالانتقال. يجب أن تتفق مع إدارة ناديك التي تمتلك عقدك إما بفسخ العقد بالتراضي أو بشراء المدة المتبقية، وبالتالي تبحث عن نادي آخر. ولكن أن تذهب لنادي آخر من تلقاء نفسك دون إذن إدارة ناديك التي تملك عقدك، هذا منتهى السذاجة. أنا في البداية قلت لك أنه مسكين وناديه مسكين لأنهم وقعوا في قبضة الشباب الأعرف والأدرى بنظام الاحتراف. موقف الإدارة الشبابية سليم 100%؟ أنا في رأيي سليم 100%، وأتمنى وأطالب الاتحاد السعودي بأن يقف مع نادي الشباب، لأنه نادي الشباب نادي سعودي وممكن أن يقع ما وقع على نادي الشباب لأي نادي آخر، وبالتالي يكون وضعه محرجا لو وقف معه. يجب أن يقف مع نادي الشباب حتى يستعيد حقه. نعم، احنا نقول كل التوفيق للإدارة الشبابية في هذه القضية، خاصة أن أيضا الليث الشبابي تنتظر مهمة آسيوية في نهاية هذا الأسبوع. كل التوفيق لكل الأندية السعودية المشاركة في هذه البطولة. إلى جانب مهم متابعينا، ولا نذهب بعيدا عن آخر المستجدات في الساحة الرياضية. بالأمس توج الهلال بطلا لنهائي كأس ولي العهد في كرنفال كروي جميل تابعه الجميع، وقد أعاد للذاكرة لأغلبية المتابعين الدربيات الجميلة التي كنا نستمتع بها في فترة ماضية. تقرير الزملاء حول هذا النهائي، ولنا عودة لمناقشة هذا الموضوع مع ضيوفنا. انقسمت المملكة مساء البارحة ما بين الهلال والنصر في مباراة الحلم نهائي كأس ولي العهد، واتفقت على الحب لراعي هذه البطولة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. مباراة في داخلها الكثير من الخبايا، هلال بتاريخه الكبير في هذه البطولة وعراقة في خطف الألقاب وتحطيم الأرقام القياسية، ونصر يطمح لكسر هذا الاحتكار الهلالي وتتويج توهجه في هذا الموسم ببطولة تعطشت لها جماهيره الغفيرة. البداية كانت هلالية بعد رأسية خطيرة من البرازيلي أوزيا، وجدت التصدي الرائع من الحارس عبدالله العنزي.
ليرد النصر على هذه الخطورة بتسديدة قوية من المتخصص السهلاوي جانبت مرمى الهلال. الشلهوب العاشق لبطولة كأس ولي العهد نجح في اختبار الخبرة مع حسين عبد الغني وهدد شباك النصر، ولكن بسالة المتألق العنزي كانت بالمرصاد دقيقتين أخرى، والظهير البيشي هو الآخر يسدد، والعنزي في الموعد على مرتين بعد أن أكمل الكرة وسلي لوبيز لينتهي الشوط الأول بلا أهداف. في الشوط الثاني أجرى مدرب النصر أولى التغييرات بدخول عبد عطيف، حضرت معه الخطورة النصراوية بعد رأسية محمد السهلاوي التي اقتربت من مرمى سديري. النصر مرة أخرى يواجه مرمى الهلال، إلا أن تسديدة البرازيلي باستوس افتقدت للدقة وسط حسرته الكبيرة. في غياب هجوم الهلال المدافع أوزيه يهدد النصر من جديد عن طريق التسديد، والدفاع هذه المرة كان هو المتصدي. ساعة كاملة من الإثارة، ياسر يظهر أخيرا بعد عرضية الزوري، ولكن لم يصطد الكرة برأسه ليضيع هدف التقدم للهلال. الشلهوب يحاول بفكره العالي ويجهز الكرة للظهير الزوري الذي أضاع الكرة بعد تدخل الحارس العنيد عبد الله العنزي. النصر عاود التحرك للأمام عن طريق الزيلعي الذي مرر لباستوس أمام منطقة الستة وسط كماشة من دفاع الهلال، فرصة ضائعة للتهديف. في الدقيقة الأخيرة من الزمن الأصلي ياسر يطالب بضربة جزاء، الحكم الإيطالي يطالب بالمواصلة وتمديد المباراة للأشواط الإضافية وسط ارتفاع معدل الإثارة والتشويق. المدرب كارينو يدخل اليوناني كريستياس للبحث عن الإضافة الهجومية، شراحيلي يطالب بضربة جزاء للنصر قوبلت بالرفض من الإيطالي روكي. البديل نواف العابد أتلقى تمريرة رائعة من ياسر، إلا أن العنزي ما زال مستمرا في الإبداع ينقذ النصر في كل مرة. قبل النهاية بأربع دقائق العابد تحصل على ضربة جزاء صحيحة جن جنون جماهير الزعيم بها، تقدم لها العبقري محمد الشلهوب، هدف هلالي قد ينهي الأمور. دقيقتين فقط واستطاع العالم التعديل برأسية البديل حسن الراهب بعد عرضية متقنة من خالد الزيلعي رفعت من حدة الجنون، ارتفع معها معدل الإثارة بين جميع المتابعين وسط فرحة جماهير الشمس وذهول جمهور الموج الأزرق. ليعني الحكم بأن ركلات الجزاء الترجيحية هي كلمة الفصل. المحترف المصري حسني عبد ربه يضيع للنصر، واليوناني كريستياس يسدد كرة سهلة في يد الحارس، يتقدم نواف العابد للركلة الهلالية الأخيرة ويعلن تتويج الهلال بكأس ولي العهد للمرة السادسة على التوالي والثانية عشر له في تاريخه. لبرنامج الملعب عبد العزيز الحقباني. شكرا لزميلنا عبد العزيز الحقباني على هذا التقرير. بالفعل مواجهة كانت مختلفة من كافة النواحي، اكتملت فيها كل عناصر الإمتاع والإبداع، حتى وإن كان هناك تفاوت في مستوى المباراة من وقت لآخر، لكن الأجواء بشكل عام كانت جميلة بالفعل، ونهائي ديربي كان يليق بمستوى الحدث، والأجمل من ذلك الروح اللي كانت عليها لاعبي الفريقين بعد المباراة. أرحب بالزميل توفيق خليفة الذي ينضم إلينا في هذه اللحظات. أبو نايف مساء الخير. أمس عليك بالخير وعلى أخوي عبد الوهاب، وأعتذر عن تأخير. عسى المانع خير. إن شاء الله أنه خير. إن شاء الله خير.
طيب ما راح نطلع بعيد، نتكلم احنا عن الهلال والنصر اليوم، خليني ابدا مع عبد الوهاب وبرجع لك ابو نايف. نهائي مساء الامس الهلال والنصر كانت مواجهه مختلفه. والله بالتاكيد المواجهات البارحه اعادتنا سنوات للوراء، يعني منذ فتره طويله لم نشهد مباراه تجمع قطبي الرياض بمثل هذه النديه وبمثل هذه الاثاره وبمثل هذا الحضور الجماهيري الكبير. يعني هي كانت كرمفال بالفعل. طبعا كان الأجمل فيه هو حضور الروح الرياضية مثل ما تفضلت. يعني شفنا بعد مباراة الفريق الخاسر يهنئ الفريق الفائز والفريق الفائز يواسي الفريق الخاسر. أثبت لاعب الفريقين أنهم يعون أنهم يلعبون كرة قدم فقط لا تتجاوز الملعب. ما لفت نظري في المباراة أنها لم تكن مباراة كرة قدم نهائي هلال ونصر فقط، كانت مباراة تاريخية بمعنى الكلمة، امتلأت بالأرقام، امتلأت بالأحداث التي سيسجلها التاريخ. صحيح. يعني أنا ما ودي أطيل. يعني نهائي من الصعب يتكرر. ما أتوقع تكراره خلال 10 سنوات مقبلة. رأيك أبو نعم؟ لا نتوقع أن بداية عودة الدربيات القوية. دائما كنا نقول أن النصر رقم صعب في الكرة السعودية، في خارطة الكرة السعودية. أنا أعتقد أنه الموسم هذا أولا لابد يعني أن نشكر إدارة نادي النصر على رأس الأمير فيصل بن تركي على ما فعله لنادي النصر حقيقة. أعاد البسمة لجماهير النصر، أعاد الأمور إلى نصابها كون نادي النصر أحد أهم الأرقام في الكرة السعودية. ديربي أمس زي ما تفضل أخوي عبد الوهاب عادنا سنوات إلى الوراء. أنا أعتقد أنها نقطة عودة نادي النصر إلى المنافسة، نقطة عودة الكرة السعودية، لأننا أنا أرى يعني بدون تحيز يعني أنه النصر والهلال متى ما كانوا بعافيتهم الكرة السعودية تتعافى كثيرا، لأنه بالإضافة طبعا إلى الأهلي والاتحاد أنهم هم المنجم الدائم لنجوم الكرة السعودية حقيقة. ما حدث أمس والله يا أخي ودي أعرضك في النقطة دي لأن أسمعها كثير يا أخي، نقطة أنه عودة نادي محدد، يعني قالوها في الاتحاد، قالوها في الأهلي، والآن الجمهور يرددها في النصر أنه عودة النادي هذا ستعيد الكرة السعودية. يا أخي لا، النادي الذي يستحق أن ينافس على البطولات ويحققها هو من يستحق. بس هو يتكلم عن أركان الكرة السعودية. عفوا ومختزلها في الهلال والنصر. لا لا لا، واضحة نقطة أبو نايف، واضحة نقطته أنه الأندية الكبار إذا عادوا لقوتهم وعادت تنافسهم للوضع الطبيعي ستنتعش الكرة السعودية. هذا قد يكون منطق سليم لما يكون، لكن لما تتسع دائرة المنافسة وتأتي أندية وتنافس مثل الشباب، مثل الفتح الآن، ما يحصل بالفتح. يعني احنا نشوف في الدوري الإنجليزي سوانزي ينافس على الدوري، الأرسنال الآن في مبتعد وهو نادي عريق. المنتخب عبد الوهاب معلش إذا سمحت لي، هو بنتاج الأندية. إذا كانت الأندية في كامل عافيتها وكان في هناك مزيج من كافة الأندية من اللاعبين، جميل جميل، ولكن مصلحة المنتخب، لكن مصلحة المنتخب ما ترتبط بنادي واحد. مصلحة المنتخب النادي الذي يعمل أفضل. الأجمل يعني أجمل ما قاله أبو نايف بأمانة إشادته في إدارة نادي النصر التي قدمت عمل احترافي مميز، أعاد فريقها إلى أنه يخوض نهائي مع الهلال ويمتد إلى ركلات الترجيح. هذا العمل المميز هذا هو ما يستحق يعني الإعجاب، ما يستحق الثناء. ولكن أن نقول أن مصلحة الكرة السعودية مرتبطة بنادي واحد هذا أنا أرفضه شخصيا. يعني طيب تفضل أبو نايف. طبعا أنا أحترم كلامه، ربما يمكن اسم نادي النصر يثير بعض يعني حقيقة الأمر يعني هو، لكن هذا الواقع. يعني احنا ما نراهن على نظريات. عودة الكرة حتى أمس الأمير نواف بن فيصل ذكرها أنه هي فعلا انطلاقة الكرة السعودية، لأنه يعلم سمو الأمير نواف بن فيصل أنه الأندية الكبيرة في السعودية حينما تعود لأنها هي المقتدرة، ما طبعا ليس تهميشا لباقي الأندية، ولكنها لأنها مقتدرة، لأنها تملك قاعدة جماهيرية، لأنها تكون حلم لكل موهبة يعني حتى في كل أنحاء المملكة. تجده مثلا يقول لك أنا أحلى ملعب في الهلال، أنا أحلى ملعب في النصر، عوامل النجاح في الأهلي، معطيات النجاح في الاتحاد، عرفت. أنا أعتقد أنه عودة نادي النصر السعودي ليس لأنه النصر
لو كان العكس، لو كان الهلال مبتعد عن البطولات، لو قلنا انه عوده نادي الهلال للبطولات ستكون من عوده للكره السعوديه ايضا، وهذا ايضا نظريه خاطئه. حتى لو كان الاتحاد، حتى لو كان الاتحاد، حتى لو كان الاهلي، حتى شوف كلام الامير نواف نجله ونقدره من شخص مسؤول، ولكن يعتبر هذا رايه. بينما انا رايي انه من يستحق بجهده وبعمله داخل الملعب وخارج الملعب، ومن ينافس على البطولات هو من يستحق البطولات، هو من يستحق. طيب هذا الكلام اللي يقول انا جميل. عودة النصر بجده واجتهاده وبمنافسته داخل الملعب، لكن هي التي تعيد النجوم لنادي النصر. نادي النصر مثل نادي الهلال، مثل نادي الاهلي، مثل نادي الاتحاد، خلينا نركز على الاربعه هذولي، هؤلاء الاربع انديه وايضا الشباب، وايضا الشباب نعم كانوا وما زالوا يرفضون المنتخب السعودي باعرق الاسماء. اختفى نادي النصر من الخارطه، فاختفى جزء مهم من 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 المنبع اللي يمد المنتخب السعودي بابرز الاسماء، وبالتالي تاثر المنتخب السعودي في السنوات الاخيره. انت هذا اللي تبي تقوله ابو نايف؟ هذا حقيقه الان هو يربط اخفاقات المنتخب السعودي في الفتره الاخيره باخفاقات احد الانديه الكبيره. هناك احد اركان الانديه السعوديه، طيب ما رايك مبتعد عن الواجهه الرياضيه، عن البطولات؟ اتفق معك. ما رايك في تاهل المنتخب كاس العالم 2006 بلا خساره؟ كان هناك ناديين يتنافسون على المركز السابع والسادس، يعني ناديين من الانديه الكبار. المنتخب لم يتأخر. الاخفاقات لما تاتي كمنحنى، تاخذها كمنحنى، لا تاتي فجاه تنزل الى 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 مثلا الصفر، لابد لها فتره الى بواقي المواهب القديمه تنضب وبعد ذلك يحدث. الان جميل. تراجع المنتخب السعودي لم يتراجع من ال 41 الى ال 127 خلال سنه، تراجع خلال اكثر من 10 سنوات. بمعنى ما اقصد كلامي في هذا الموضوع انه حتى الارتداد العافيه مره اخرى، حتى ارتداد انك انت تحتاج لوقت حتى تستطيع انك انت تستقطب. لا في كره القدم لا ما تحتاج الوقت. في كره القدم ما تحتاج الوقت، يعني فرنسا كاس العالم 94 لم تتاهل كاس العالم 94. فرنسا منتخب فرنسا العريق بينما حققت 98، حقق كاس العالم 98 ولم يتاهل. طيب. لكاس العالم 2002. طيب يعني نظريه هذه حاله شاذه، الحاله الشاذه لا يقاس عليها في المنطقه هذا اولا، ثانيا وضع فرنسا غير وضع السعوديه. طيب اسبانيا وضع فرنسا تستطيع ان تجنس اي لاعب في اي لحظه. اسبانيا خسرت من المانيا 6 في فرنسا، كونه يتزوج من اي امراه فرنسيه يحق له الحصول على الجنسيه الفرنسيه. طيب عفوا اسبانيا عشان ما نطلع برا الموضوع عبد الوهاب، اسبانيا خسرت من المانيا 6-0 في تصفيات كاس العالم 2002، حققت كاس العالم 2010. يعني الارتداد ثمان سنوات يعني اعتقد انه ارتداد سريع في انت تقول. طيب هذا كلام. طيب انا اقول لك شيء، انا اقول لك عشان اوضح لك. اسمح لي. ثمان سنوات ممتاز. عفوا استاذ بندر، انت ترى من المنطقي عشان خليني اوضح وجهه نظري عشان ما حد يحاسبني عليها. اغلب لاعبينه من نادي معين فقط. لا 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 لا, لا. انا ضد هذا، وبالتالي ضد انه يكون منتخبنا من اربع انديه. طب تعرف انه انت تصدر الدوري، احيانا في اعلاميين كثير تصدر الدوري السعودي، تصدر الدوري السعودي ما في الا لاعبين وغير مؤثرين في المنتخب. ولذلك الكلمه هذه انهم ما يلعبون اساسيين، ولذلك يعني انا اقول لك ضد، وهو متصدر الدوري السعودي بفارق 7 نقاط عن اقرب منافسيه. طيب هناك حاله غير صحيه. نوضح مثال، هو ذكرنا 8 سنوات منتخب اسبانيا حتى من خروج من عدم تاهل كاس العالم الى الحصول على كاس العالم، هو يقول من 7 سنوات كافيه للارتداد. النصر أنا مثالك 8 سنوات، لا 7 سنوات، 2006 تأهلنا، كان النصر الأهلي في المركز السادس والسابع. قبل 16 سنة آخر بطولة حققها النصر، 7 سنوات حتى أو 9 سنوات حتى 2006، يعني كانت فترة لا يوجد تقريبا سوى لاعبين على وجهة نظرك والشباب والاتحاد في المنتخب. عموما عبد الوهاب، أنت مع التكدس ولا ضد التكدس؟ عموما أول قبل كل شيء خلني أوجه تقديري لنادي النصر كيان وإدارة ولاعبين وجمهور، وأتمنى لا يفهم وجهة نظري أني ضد نادي النصر. حتى لو كان نادي الهلال هو من يقال عنه إذا عادت عافية المنتخب، أنا ضد هذه وجهة النظر. اتحاد نفس الشيء، والأهلي يجب أن لا نربط المنتخب بنادي، ناديين، 4 أندية 5 أندية ونترك البقية. يا أخي من أفضل نجوم المنتخب التاريخيين عبد الله الدعية، محمد الدعية، حمزة دريس، شايع النفيسة، جو من انديه درجه ثانيه ودرجه اولى. يا اخي انت قدرها تحكم على موسى. حالات شاذه الاربع عندي اللي تتكلم عليها، اللي تقول انا ضد ان عفوا حالات شاذه. عد لك 10 أسماء حالات شاذه. لا عد لي 10 أسماء، شيل النصر والهلال والاتحاد والاهلي وسوي لي منتخب يعني تبغى اقول لك من المنتخب الحالي؟
كيف؟ المنتخب الحالي ولا منتخب 96؟ لا الان الان الوضع منتخب 2006 اللي تبي يعني ياسر القحطاني جاي من القادسيه. انا اقصد الوضع اللي احنا فيه انه الانديه جميعها ليش جاء من القادسيه للهلال؟ لانه حلمه انه يلعب في الهلال، بس لان الهلال يملك مقومات صناعه النجم او تطوير النجم، لذلك لما اقول النصر ابتعد عن البطولات فلم يعني مرت فتره لم يكن النادي النصر مطمع للنجوم، صاروا يفضل يعني النجوم يقول لك لا انا اروح عند نادي. ياسر القحطاني حقق لعب مع المنتخب وبرز وحقق بطوله على مستوى المنتخب قبل ما يوصل للهلال، لم يصل على الهلال. طيب عبد الوهاب في ذات الاطار، اذا كان هناك نادي يتكرر كل عام يعني تحقيق البطولات قصدي بصرف النظر عن اي نادي، احنا نتكلم بشكل عام. يعني انا ترى بانه ممكن يؤدي الى وصف الكرة السعودية بأنها قد تعاني من بعض الخلل في بعض الأمور على اعتبار أن هناك أمور أخرى. يعني مثلا خلينا نقول الدوري أحيانا يوصف، أحيانا في ناس تقول الدوري متوسط، في ناس تقول ضعيف، صح ولا لا؟ اللي يقول ضعيف هذا يغلط نفسه. على مستوى الخليج الدوري السعودي ما زال أقوى، من لم يستطع الحصول على حقوق نقل الدوري السعودي هو من يردد الصوانة أن الدوري السعودي لم يكن مثل السابق، هو من يقول أخي عبد الوهاب لا، الدوري السعودي هو أضعف دوري في منطقة الخليج، مش الأضعف لا من الأضعف. أنا أقول لك القنوات المتنافسة نظرا لكثرة سكان المملكة العربية السعودية، مش في الكورة، حتى في الأمور التسويقية الأخرى. التلفزيون السعودي هو أو المستهلك السعودي هو الرقم واحد، لكن تيجي تقول لي مثل الدوري القطري يا اخي او الدوري الاماراتي، نصف ميزانيه الدوري الاماراتي او ميزانيه فريق في الدوري الاماراتي عن اربع ميزانيات من الانديه الكبيره. طيب اللي لا صحيح، احنا ما ودنا نطلع بعيد، والاسماء الموجوده برا نفس النقطه هذه نفس النقطه اللي ردت. بس هذا الكلام اللي تكلمنا عنه هو كان مرتبط جمهور هناك، كان مرتبط سواء بشكل مباشر او غير مباشر. هناك ما في جمهور يا بندر، عفوا هناك ما في جمهور، يعني قليل الجمهور. هو الجمهور هو اساس كره القدم. في فرق كره القدم في لعب من اجل الجمهور. في فرق بين الجمهور والاعلام والمستوى الفني داخل الملعب. احنا يعني المنتخب السعودي نجينا على المستوى الفني، تخيل انه 500 مليون او يعني ما يقارب نصف مليار قيمه عقود تتحرك على الارض، ونطلع من كاس اسيا التصفيات الاوليه، نطلع من كاس الخليج التصفيات الاوليه، نطلع من تصفيات كاس العالم التصفيات الاوليه. تيجي مثلا هذا وتضع على الانديه، لا لحظه شوي، تيجي مثلا المنتخب الاردني كلهم ما يجون مثلا 10 مليون عقود. طيب عشان ما نطلع برا الموضوع، احنا نتكلم عن نهائي كاس ولي عهد. الهلال في مباراه الامس كان يستحق، داخل الملعب كان يستحق. هناك كثير من الفرص الحقيقية أضاعها نادي الهلال. دائما كنا نراهن على حارس نادي النصر عبد الله عنزي، وأنه هناك يعني تمييز في المنتخب في اختيار أسماء المنتخب. أنقذ النصر عبد الله عنزي أمس. عبد الله العنزي كان نجم حقيقي، وكان قايم في دوره الحقيقي حقيقة الأمر. كانت هناك كرات خطرة، لكن أيضا النصر كانت له أيضا كرات خطرة. كان أمس النصر في عز نجوميته، لنا فترة ما رأينا مباراة بهذا المستوى الراقي جدا. أنا أراهن بس ما كان استحواذ سلبي؟ لا ما هو استحواذ سلبي، احنا شاهدنا الشوط الأول أغلبه للنصر، والشوط الثاني لا كان تكتيكي، الهلال كان مسيطر بشكل كبير. النصر لعب أمس يعني تقريبا على الهجمات المرتدة، تكتيك المدرب أحترم تكتيك المدرب احترم نادي الهلال كثيرا. المدرب لم ينصاع الى 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 ترشيحات الجماهير والترشيحات الاعلاميه. لو كان هناك مباراه مفتوحه امس ربما يعني حدثت كارثه للنصر او للهلال. امس كانت مباراه تكتيكيه بين المدربين، نجح فيها مدرب نادي النصر بامتياز زلاتكو. انا قلت الهلال، سبق اني قلتها، انه تغير كثيرا زلاتكو مع تغير الهلال كثيرا مع زلاتكو. اصبحنا نرى جمل تكتيكيه كانت غائبه ايام كومبوري. نهنئ نادي الهلال بالبطولة، يستحق البطولة. نهنئ الكرة السعودية بعودة نادي النصر السعودي. أنا أقول لجماهير نادي النصر السعودي ألا يغضبوا من ناديهم على خسارة هذه المباراة. هذه المباراة هي النهائي، يمكن آخر كبسولة من العلاج إلى الانطلاق إلى إن شاء الله إلى المنافسة كما طيب كان. طيب احنا بنتكلم عن المباراة، من هنا إلى نهاية الحلقة معنا تقارير ومجموعة لقاءات وخصصناها الهلال النصر، لكن العرس الكروي اللي امس شاهدناه يا عبد الوهاب، يعني ما تذكرت ديربيات زمان؟ بالعكس، يعني
انا قلت لك في بدايه كلامي انه المباراه احنا نتفقنا ما وصلت للمستوى الفني العالي، عفوا حتى فنيا، لكن احنا نقول ان الاجواء بشكل عام كانت يعني اجواء صراحه اجواء نهائي. انت تقصد اللمحات الفنيه، لكن كتكتيك داخل الملعب كانت على مستوى كبير، مدربين درسوا الخصم بشكل جيد، يعني ندره الفرص ما مو بالضروره تدل على ان المستوى ضعيف، ربما تدل على النديه والتكافؤ بين الفريقين. انا وجهه نظري اللي حرم النصر من الفرص الذهبيه ومن الفوز هي غيابه او غياب ثقافه النهائيات او البطولات، لانه من فتره طويله النصر ما حقق بطوله، وبالتالي ذلك اثر عليه، على عكس الهلال اللي كل سنه يلعب بطوله يلعب نهائي، فصار متمرس. يعني نشوف ابراهيم غالب مستوياته في الادوار الاولى كان مميز بشكل كبير، بينما مباراه الامس غاب ابراهيم غالب بشكل يعني ما اقدر ايش تعرف يعني ايش تعريفك لثقافه البطوله؟ ثقافه البطوله ثقافه النهائيات. كيف ثقافتي؟ انا انسان على قد حالي، ما يعني ابغاك تشرح لي ايش معنى ثقافه النهائيات. بشرح لك لانك على قد حالك، بشرح لك على كلامك. اشرح لي انه الفريق يلعب نهائي كل سنه تقارنه بفريق من 16 سنه او ما لعب النهائيين مثلا، يعني انا متمنس انه العب تحت المحك، عفوا تحت الضغط. يعني اذا انك انت بتقلل من النصر 37 بطوله حققها نادي النصر. لا مو تقليل من النصر يا اخي، لا لما تقول يعني تجي يعني انا اكثر شيء ممكن اتخيله، لكن انه احد يجي يقول للنصر لا يملك ثقافه النهائيات والبطوله، يعني في النصر قدام النصر والهلال، النصر تفوق على الهلال في ست نهائيات والهلال تفوق بثلاثه. مو بصحيح. كيف مو صحيح؟ الان تعادلوا 3-3. ما اعرف اذا تملك احصائيات غير الاحصائيات اللي كانت في السابق. خمس هذه مين مقياس؟ هو لا يعني لا يعني انا بفهم ابو نايف عبد الوهاب نقطته واضحه ان ثقافه النهائيات يا اخي ايش هي ثقافه النهائيات؟ اجاده التعامل مع النهائيات صفه يمتاز فيها الهلال، متمرس في النهائيات. اسمعني احنا نتكلم عن الهلال، الهلال بطل، الهلال يستحق البطولات اللي اخذها، الهلال ست بطولات يكفي انه كاس ولي العهد ست بطولات متوالية، لكن أنا أتكلم عن الكلمة التي أصابت نادي النصر لما يقول لي ما يملك ثقافة. يعني أنا ممكن أتخيل أي شيء، إلا أنه ممكن يجي واحد تقول عن نادي النصر قول لي ضعيف، قول لي لا يملك كذا، قول لي إدارة ضعيفة، قول لي لاعب لا يملك لاعبين مهاريين، لا لا على لكن أنك كل هذه أنت تخفي شمس تقول أنه ما يملك ثقافة نهائيات، يعني هذه عفوا يا أخي أنت تقودني أو تسحب كلام من لساني ما قلته. النصر له احترامه وتقديره لجمهوره إدارته لاعبينه. النصر قدم في هذا الموسم ما لم يقدمه خلال 10 سنوات الماضية، النصر قدم نفسه بشكل مختلف جدا عن الماضي، النصر فريق منافس الآن على البطولات، منافس ينافس في الدوري، ينافس على المراكز الأربعة، وصل نهائي كأس ولي العهد، ومن أنا أتوقع شخصيا أنه يصل على الأقل الأدوار النهائية في كأس الملك، ولكن أنك تجي تقول لي أنه يمتلك ثقافة النهائيات وهو ما لعب نهائيات، هذه ما يمتلكها إلا اللي يلعب نهائيات، يعني مثلا نادي الشباب، نادي الاتحاد أقبل منك تقول له يمتلك ثقافة النهائيات. نادي الهلال بالطبع، ولكن نادي النصر غايب عن النهائيات. ثقافة البطولات ثقافة النهائيات انك تلعب تحت الضغط، تحت ضغط الجمهور، تحت ضغط 90 دقيقة، ضغط الخصم، ظروف المباراة، ومع ذلك تستطيع ان تنتصر. هذه يعني كل الامور مسلطة عليك، ومع ذلك انا احترم كلامك. انا بسأل سؤال، النصر كان في عز ضعفه وكان ينهزم من فرق الوسط وكانت المدرجات مليئه. لا تقول لي النصر ما يعني انت اخترت عامل واحد. لا انت اخترت عامل واحد. عامل واحد يعني ما اعرف ايش اقول لك. يعني انت تريد ان تقول ان النصر لا يملك ثقافه، فهي لك قل اللي تبغى تقول. انا اراها الحقيقه هذه. خلاص انا اراها الحقيقه. لا اسمع، الحقيقه لا تملكها انت. انا اراها، هذا رايي. هذا رايك، انا احترم رايك. اي نعم، احترم رايك. طيب عموما وجهه نظر ضيفينا توفيق خليفة عبد الوهاب الوهيب، وإن كان اختلفوا يعني يمكن في بعض الآراء، لكن تبقى هي تظل وجهات. لا أنا أرى أنه عدم، يعني لما تقول على نادي بحجم نادي النصر أنه ما يملك ثقافة هذه، هذه إساءة لنادي النصر. أبدا، يعني له الاحترام والتقدير. ما أنت ما تقدر تقول له الاحترام والتقدير وبنفس الوقت ما تقول شيء ما أقوله. لا يا أخي، يعني أنا أتكلم عن واقع. يعني هي مفهومة نادي النصر، النادي العالمي، أول نادي سعودي يمثل آسيا، وتقول لي لا يملك ثقافة. إذا هذا النادي لا يملك ثقافة النهائيات، طيب من يملكها يا عبد الله؟ لا يملكها في السابق، يملكها في السابق وسط كوكبة النجوم اللي كان يمتلكها، لكن في الوقت الحالي انعدمت الميزة. طيب هذه طيب هذه طيب في كل عام للجماهير الهلالية موعد مع الألقاب، كلب خاص أعده الزملاء احتفالية لنادي الهلال بكأس ولي العهد مساء الأمس للمرة 6 على التوالي.
الحاضر بهلال مجد، فمن قمصانه خلق الكمال والكمال لله. يا هلالي يا هلالي يا هلالي يا هلالي يفتخر مسير ويهتف يا هلالي يا هلالي. السماء من فوق كل الأرض زرقاء يا هلال، والبحر ثلثين الأرض أزرق وباقي هرمال. اكتب التاريخ الأبيض بالسحايب والنجوم، واعتلي فوق الكواكب واركب أمواج المحال. كأس ولي العهد في رصيد البطولات الهلالية للمرة الثانية عشر، للمرة السادسة على التوالي، ويصل بذلك الهلال إلى الرقم 54 في مجموع البطولات. نبارك للإدارة الهلالية، نبارك الأمير عبد الرحمن مساعد وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشرف، اللاعبين، الجهاز الفني والإداري وكافة الجماهير الهلالية هذا الإنجاز للفريق الهلالي. ونبارك أيضا لفريق النصر في المقابل حظا وافر، نبارك له هذا الفريق الكبير. يعني فريق النصر صحيح أنه خسر البطولة لكنه كسب فريق حقيقي. أرجع لضيفينا توفيق خليفة عبد الوهاب رهيب. أبو نايف، الفريق الهلالي مسيطر على كأس ولي العهد، بطولة محببة له، بطولة محببة له، ويعرف كيف يتعامل مع مباريات الكؤوس. مع أني أنا أعلم أنه نادي الهلال تقريبا يضع كل ثقله في الدوري السعودي، يستحق البطولة، نادي كبير، نادي عريق. إدارة الأمير عبد الرحمن بن مساعد صنعت المستحيل لنادي الهلال، إدارة لا يمر سنة ما لا تحقق سوى بطولة أو بطولتين، نادي لا يغيب عن البطولات. نهني نادي الهلال. أردك لنادي النصر، النصر زي ما قلت أنا هي بداية إن شاء الله للعودة، وغير صحيح ما يروج إنه زي ما قال إنه ما يملك ثقافة النهائيات. طيب، لأنه نادي نادي يسجل في هدف في الدقيقة 119 ويعود بهدف جملة تكتيكية في الدقيقة 121، فريق يملك ثقافة طيب عبد الوهاب، فيما يتعلق بالجانب الهلالي وتتويجه بهذه البطولة، الهلال ليس هو الهلال اللي تعودنا عليه يمكن من فترة طويلة، لكن في أقل مستوياته يحقق بطولة. هذه ثقافة البطولة تتكلم عنها. وأنا هني أبو نايف إنه ببداية حديثه قال فريق الهلال فريق مميز ويعرف كيف يحقق البطولات، وهذا ما كنت أريد الوصول إليه، إنه في أقل مستوياته يقدر يحقق بطولة. مش الموسم هذا، حتى في مستويات ماضية يخرج من البطولة الآسيوية يعني منتهى الانكسار، ويرجع لعافيته ويحقق بطولة. ليش؟ بينما بقيه بينما أندية أخرى عفوا. دليل عبد الوهاب ليه؟ إنه نادي يملك ثقافة البطولات. لأنه يملك ترسانة من النجوم. يعني النصر لما غاب على البطولات ما كان يملك نجوم. الهلال كان يملك نجوم. تنزل مستوياتهم فيعودون لأنهم نجوم كبار. عموما يعني الكلام في الفترة الأخيرة العشر سنوات نادي الهلال يعني من خمسة إلى تسع لاعبين في المنتخب السعودي، من خمسة إلى تسع لاعبين نجوم. النصر مرت عليه فترة
لا يوجد يعني فيه من نجوم. عشان كذا نقول الأمير فيصل بن تركي صنع المستحيل في نادي النصر. أستاذ بندر سألنا عن الهلال والاحتفالية والغنية الضارة عن الهلال. أكيد. فمودنا نصل كلب للهلال. مودنا نروح نبعد عنها. نادي النصر إن شاء الله غني برجاله اللي قادرين على إعادة البطولات. تحدث عن الهلال. الهلال أنا قلت لك في البداية حديثي إنه بطولة تاريخية بمعنى الكلمة. ولما أقول إنها بطولة لن تتكرر حتى بعد 10 سنوات نظرا لكم الأرقام اللي تواجدت في هذه البطولة. أنا بعطيك مثلا رقم واحد، رقم محمد الشلهوب. هل تتصور أنه في لاعب راح يكسر رقم محمد الشلهوب للحصول على 10 بطولات كأس ولي العهد في على الأقل 24 بطولة في و10 أهداف في تاريخه مع الهلال ومسيرته مع الفريق؟ وهل تتصور أنه خلال على أقل تقدير خلال 4 سنوات مقبلة بحكم أن السنة هذه راحت يبقى 3 سنوات يسجل لاعب في 3 نهائيات متتالية مثل نواف العابد؟ هل تتوقع أنه يجي رئيس نادي خلال كامل وهذا الرقم اللي ما انتبه له معظم الناس يجي رئيس نادي خلال كامل مسيرته مع النادي 5 سنوات 5 كؤوس ولي العهد ما تحققت لأي رئيس نادي أتوقع في العالم كامل مسيرته يحقق نفس البطولة في طب لماذا هذا الهجوم على الأمير عبد الرحمن مساعد في الفترة الماضية على الإدارة الهلالية تحديدا من الجماهير الهلالية تحديدا؟ أنا عجبني جدا تصريح الأمير نواف السعد مساء البارحة. نواف السعد وضع الأماكن النقاط على الحروف، قال أشكر جمهور الهلال اللي يقف مع ناديه مثل ما ينتقده عند الإخفاق. هذول إدارة واعية يعرفون أن جمهورهم حينما يخسرون ويخسرون بطولات سينتقدونهم ويتقبلون النقد وبالتالي يصححون أخطائهم. تصريح عبد الرحمن مساعد مساء البارحة أيضا عن أعضاء الشرف وكيف لعق الأسد جراحة وعاد لتحقيق بطولة بعد خسارته من الشباب وفقدان فرصة الدوري بشكل كبير، يعني هذا إنجاز كبير. خلال 4 أيام 5 أيام تعود وتحقق بطولة. إذن هنا إدارة متمرسة وتعرف ما لها وما عليها. إذا خسرت البطولات تعرف أن سيأتيها انتقاد وأنه حق مشروع للجمهور أنه ينتقد العمل بالطبع ما ينتقد الشخص، وأنه إذا حقق بطولة يثني عليه. وأنا من هالمنطلق بما أنه حقق الأمير عبد الرحمن مساعد كرئيس لنادي الهلال للمرة 5 على التوالي إنجاز تاريخي، أنا في وجهة نظري إنه ما حققه رئيس نادي قبل الأمير عبد الرحمن مساعد. 5 سنوات في كل سنة يحقق البطولة ذاتها، هذا إنجاز يحسب له. أيضا من ضمن الأرقام ياسر الشهراني حقق أول بطولة في تاريخه. طيب وهو أول موسم له، لم يكن الموسم الأول. طيب عبد الوهاب عندي أرقام كثيرة خلنا نتكلم عنها مدام الفرصة وزعها على الحلقة. طيب الأرقام لا الحديث عن الأرقام عن هلال النصر لين نهاية الحلقة. ممتاز مدام الحديث عن الأرقام. اللاعب أوزيا حقق أول بطولة في تاريخه. اللاعب وسلي صاحب 31 عام لعب لسبع أندية برازيلية وتركية والآن يحقق البطولة الأولى في تاريخه. من الأرقام عاد اللي السلبية إنه لاعب لم يوقع معه إلا قبل 3 أيام وأول مباراة له ويخسر الفريق وبسببه اللي هو اللاعب اليوناني أنجلوس. أنت قلت إن الهلال حقق 5 بطولات متتالية. عفواً. هو الوحيد في العالم. أنا أقول 6 بطولات. في أندية كثير. عفواً. 6 بطولات ولي العهد. خلي أوضح الصورة عشان ما تقول لي 6 بطولات ولي العهد ورا بعض متتالية. 5 منها. الأمير عبد الرحمن سعد. يعني. في فترة رئاسة. يعني أسهلها لك. لم يخسر الأمير عبد الرحمن سعد من رئاسة النادي كأس ولي العهد. طيب في رقم مهم نساء اللي هو محمد الشلهوب يحقق البطولة 25 في تاريخه. هذا رقم في تاريخه. هذا كأعلى لاعب سعودي كان ينافس 2 أيام في السابق. كأعلى لاعب سعودي يحقق هذا الرقم وحقيقة يستاهل. محمد الشلهوب من النجوم اللي يستحقون. لا تكشف الأوراق، احنا عندنا تقرير عن محمد الشلهوب نايف من الزمالك. والله ما يستاهل. والله يستاهل. يستاهل محمد الشلهوب بالفعل، يعني أداء خلق تواضع نجومية يعني ما شاء الله تبارك الله. ماتت يعني خلق بعدين نموذج لاعب محمد الشلهوب يعني لم يتغير، يعني تغيرت أمور كثيرة، تغيرت يمكن أزمان أو مرت فينا أزمان عديدة، لكن محمد الشلهوب هو محمد الشلهوب. خلونا نشوف معك تقرير اللي أعده زملاء عن الموهوب محمد الشلهوب. الشلهوب أو كما يحب أن يطلق عليه محبوه الموهوب، قصة نجاح وتفوق عبر سنين قضاها مع الهلال حتى حقق أرقاما صعبة قسى عليه بعض المدربين وكان آخرهم كمبواره،
لكن لا يأس مع أبو بندر، فعشقه للهلال دائما ما يقوده للإبداع. عاد بعد رحيل كومبواريه فكان علامة فارقة على خارطة الطريق الهلالي. في نهائي كأس ولي العهد كتب الموهوب فصلا جديدا من الإبداع، قاد فريقه نحو اللقب ومن أمام غريمه التقليدي. في كل أرجاء الملعب صال الموهوب وجال، مرر وسدد وعرض وسجل مرتين حتى رفع الكأس. جماهير الهلال كم هي عاشقة لك يا موهوب، أبدعت داخل الملعب وأبدعت خارجه بأخلاقك السامية، وجعلت من الموهوب مدرسة عطاء لا تنتهي. بالفعل محمد الشلهوب قدم أداء جميل، الدهن في العتاقي. يعني محمد الشلهوب ما شاء الله تبارك الله على مدى سنوات طويلة مستواه في تصاعد حتى وأن تقدم به العمر. أنا كان ودي بس كمبوري يتابع محمد الشلهوب مساء الأمس أو حتى في المباريات الماضية اللي لم يشرف عليها كمبوري، يمكن تتغير عنده أمور كثيرة، يمكن حتى يغير رأيه لما قال زمن صناعة اللعب انتهى. فاصل ونعود من جديد. أهلا بكم متابعينا من جديد. أيضا الجانب الآخر، الفريق النصراوي قدم مستوى جميل مساء الأمس وفي طوال مشواري في هذه البطولة وحتى في أو بعد إشراف كارينيو على الفريق النصراوي. نتابع هذا التقرير عن الفريق النصراوي ولنا عودة. ظهر النصر في النهائي المحلي الثاني على التوالي أكثر تماسكا وأكثر التفافا جمهورا وإدارة ولاعبين، وفريقا لا ينهزم بسهولة. العالمي بقيادة مدربه الأورغواني كارينو يملك مقومات المواصلة على المنافسة في جميع البطولات، وخسارة جولة لا تعني خسارة المعركة. الاستحقاقات القادمة أمامهم عديدة، أولها عربيا يوم الأربعاء القادم، ويبدو أن النصراويين راضين عن ما قدمه فريقهم حتى مع ذهاب البطولة إلى الهلال، وظهور الفريق بروح عالية وإصرار على اللعب حتى آخر لحظات المباراة أثبت أن النصر فريقا يستطيع العودة سريعا تعويض الإخفاق. ما بنكسر صعب لو فرصتي تمضي، والحظ لو عاثر بصنع انا حظي. ما بنكسر صابر لو فرصتي تمضي، والحظ لو عاثر بصنع انا حظي. لو تنثر احلامي برجع ارتبها، ولو تصعب ايامي بعيش ومحسبها. برجع برجع رتبها، لو تصعب ايامي بعيش ومحسبها. يا مسهل الدنيا مهما تعاندنا، مهما تعاندنا. We'll be right back.
حظا وافرا لفريق النصر، نادي النصر للأمير فيصل بن تركي. أكرر بأن النصر خسر البطولة لكن كسب فريق حقيقي. النصر اختلف كثيرا مع كارينيو هذا الموسم أبو نايف. يا أخي أنا حرف بقلبي الكلمة يوم نقول النصر ما يملك ثقافة. لا هو رأيه بس يا أخي النصر، حسين عبد الغني كابتن المنتخب السعودي، 3 كأس عالم يلعب، حسني عبد ربه كأس إفريقيا، فريق يرجع. ما يتكلم عن عناصر، يتكلم عن حتى على الفريق وحتى على الجمهور عموما. سؤالك النصر تغير مع كارينيو، مع كارينيو هذا الموسم يعني بكل تأكيد النصر تغير، روح تغيرت. انت شفت لما في مباراة النصر في كأس ولي العهد مع النادي الأهلي حينما سجل الزيلعي الهدف التعادل وركض على الشبكة ياخذ الكرة، هنا عادت روح النصر، هنا عاد رغبة اللاعبين في الفوز، رغبتهم في الانتصار، روح اللاعبين. كان قريب من اللقب، لقب ولي العهد كان قريب منه جدا. طبعا كان قريب منه الى ضربات ترجيح. لا قبل ضربات الترجيح يعني كان ممكن ان النصر ينهيها في اي وقت. طبعا النصر كان يملك عناصر الفوز في اي لحظة، بالرغم من انه الهلال كان اخطر في الهجمات داخل الملعب، بس النصر امس قدم مباراة يعني اكثر من رائعة زي ما تفضل اخوي عبد الوهاب. من زمان ما شفنا النصر بالشكل هذا. بالتأكيد النصر يملك اوراق الفوز، مساء البارحة كان يملك اوراق الفوز، كان لديه يعني اولا خلني اشيد بالتألق اللافت تطور مستوى خالد الزيلعي اللي اثبت نفسه انه حتى لعب اساسي في مباراه مصيريه. يعني في بدايه الزيلعي كان في الاحتياط غالب الوقت، لكن مع الاصرار وتطوير الحرص على تطوير نفسه وصل الى انه يلعب اساسي ضمن كوكبه نجوم. ايضا باستوس، حسن عبد ربه، السهلاوي، يعني مجموعه نجوم في نادي النصر. حسين عبد الغني بالتأكيد، محمد حسين المدافع البحريني بالتأكيد يملك اوراق الفوز، ولكن عبد الله العنزي، ولكن مثل ما تفضل ابو نايف انه كان الهلال فرصه اخطر. غالب شراحيلي امس مباراه صراحه انا ما ابغى اقول اسم وانسى اسم، امس النصر قدم مباراه كبيره. كارينو انا يعني اتمنى من اداره الامير فيصل بن تركي ان تحسم معاه يعني 3 سنوات 4 سنوات، لانه الاستقرار على مدرب مده طويله يؤدي نتائج جيده. وش اللي اختلف مع كارينو والنصر؟ فهم اللاعبين، بث الحماس فيهم، عرف يوظف كل لاعب حسب إمكانياته الحقيقية، ابتعد عن الأسماء. يعني مدرب صراحة، يعني نجيتم من ناحية الإعداد، نجيتم من ناحية قراءة المباراة. حتى أمس لما أشرك اللاعب عبد العطيف، ربما لاحظ أنه عدم قيام عبد العطيف في بالدور المطلوب منه، فذلك اضطر أنه يسحب مرة ثانية. هذه شجاعة مدرب. طيب في ذات برجع لك عبد الوهاب، برجع لك بس حتى نوزع الحديث وحلقتنا في ذات الإطار. متابعينا اليوم في رسالة وجهها الأمير فيصل بن تركي للجماهير النصروية بعد خسارته مساء الأمس لكأس ولي العهد، حيث قال أو وجه رسالته للجماهير الغالية. قال: جماهيرنا الغالية، في البداية أود أن أتقدم إليكم بالاعتذار الشديد للنتيجة التي آلت إليها مباراتنا مع شقيقنا نادي الهلال على كأس سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد. وأقول لكم لقد اجتهدنا وعملنا بكل ما في وسعنا، ولكن قدر الله وما شاء فعل. بهذه المناسبة أود أن أشكر كل واحد منكم على وقفته مع ناديه، وما الحضور الكبير الذي شاهدناه ليلة البارحة إلا تعبيرا صادقا ودليلا كبيرا على عشقكم لهذا الكيان الشامخ. إن وقفاتكم وحضوركم بالإضافة إلى عشقي لهذا الكيان يحتم علي أن أقول لكم أننا سنستمر في العمل بكل طاقاتنا المالية والبشرية لإعادة النصر إلى تحقيق البطولات بعد أن رأيناه يعود إلى واجهة الأحداث الرياضية والمنافسة بقوة على بطولاتها الكبرى. وكذلك لا أنسى أن أقول بأن إخوانكم اللاعبين بحاجة لوقفاتكم، فقد عملوا وتعبوا واجتهدوا ووقفوا مع ناديهم ووقوف الرجال، فلهم مني ومنكم جزيل الشكر والامتنان. ختاما أقول لكم أن دموع الحزن التي شاهدتها منكم ليلة البارحة غالية عندي كغلاء دموع تركي بن فيصل. دمتم لنصركم عونا وسندا. أخوكم فيصل بن تركي بن ناصر رئيس نادي النصر، موجها رسالته للجماهير النصروية. تعليقك عبد الوهاب. والله
كلام يدل على وعي بأمانة. يعني أنا بالنسبة لي أتمنى أنه النصراويين قاطبة جماهير لاعبين وحتى أعضاء شرف أن يدعمون الأمير فيصل بن تركي. هذا الرجل قدم النصر الجديد. يعني في بداية توليه رئاسة النادي واجه ضغوط كبيرة، واجه عثرات كثيرة يعني لا يتسع المجال لذكرها، والجميع يعرفها سواء مالية أو تنظيمية، وعرف كيف يتصدى لجميع المشاكل حتى أنتج هذا الفريق المميز. فيصل بن تركي يستحق الدعم من النصراويين. أتمنى وأيضا لا يعني ما ودي نظلم اللاعبين، أيضا اللاعبين يستحقون الدعم، يستحقون التقدير. هناك كوكبة من النجوم في فريق النصر في الوقت الحالي، مع الوقت سيتمرسون ويحققون البطولات. يعني قبل شوي انت سألت أبو نايف عن ماذا غير كارينو في النصر، وش اللي اختلف مع النصر وكارينو؟ كارينو قدم أسماء شابة بجرأة وبدون تحفظ، لاعب يستحق اللعب في ضمن 11 لاعب يشركه دون النظر إلى تاريخه. الاستقرار ما لعب دور في أداء الفريق النصراوي مع كارينو؟ بالتأكيد، ولكن هو حارس على الاستقرار بشكل كبير. عندك مجموعة من الأسماء لا تجاوز لا تجاوز لا غير أي مفاتيني، حتى في أسماء كثيرة لا تجاوز 20 سنة إن كانت في الفريق الأساسي أو في الاحتياط. يعني كان يملك الجرأة إلى أنه يشرك لاعبين. أيضا في لاعب في المحور غير أي مفاتيني يلعب في درجة في الأولمبي، فتيني في درجة الشباب يعني ما لعب أولمبي على طول مباشرة للفريق الأول. أيضا شرحيلي يعتبر لاعب صغير في السن نسبيا، يعني معدل أعمار اللاعبين في الفريق. يوسف خميس أشرك في بعض المباريات. أنا أقصد أنه وظف اللاعبين حسب إمكانياتهم وليس حسب تاريخهم، وبالتالي غير. أيضا الاستقرار كان له دور كبير، وأيضا الاستقرار على المدرب سيولد انتصارات. طيب أستاذ توفيق، حول الرسالة اللي وجهها الأمير فيصل بن تركي للجماهير النصراوية. إذا تسمح لي بس أنا بتكلم في حاجة اللي كان مفروض أني فيها أستهل فيها كلامي. لا ترجع ثقافة النهائيات. لا 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 لا. أول حاجة حقيقة البيان اللي أصدره سمو سيدي الأمير سلمان بن عبد العزيز يعطينا شخصية أبو فهد، شخصية أبو اليتامى، إنه كان ما يعلم عن قطع البث، وأنه كان اجتهاد يعني في غير محله. حقيقة كان موقف يعني كثير يعني أثلج صدورنا. عرفنا منه سلمان بن عبد العزيز يعني بهذا الموقف. الشيء الثاني أنا أحب أقوله على المدير عام القناة الدكتور محمد بريان، وأنا أعرف أنه الكلام في يعني ربما أنه لا يجب أن أقول الكلام هذا عندكم أنتم هنا، لكن اسمح لي واستميحكم عذرا. الدكتور محمد بريان عمل نقلة في القنوات السعودية، وشفنا القنوات تنقل باللغة الإنجليزية واستديو تحليلي أيضا بالفرنسية، جميع القنوات الاستعداد قبل مباريات النهائي، إخراج أمس الأستاذ عبد الرحمن العنيق. صراحة العمل اللي يقدم هنا في هذه الفترة الوجيزة له مني، وإذا يسمحوا لي إخواني الإعلاميين والجماهير ألف شكر وألف تحية وتقدير على ما يقدمه الدكتور محمد بريان. شكرا لك أبو نايف. الله يسلمك. الحاجة الثالثة الرسالة، أنا أختلف مع الرسالة هذه اختلاف اللي وجهها الأمير فيصل بن تركي. اختلاف تام. إيه لا يجب أن يعتذر. الاعتذار حينما تخسر 3-4 مباريات 5 مباريات حينما تخطي إيه، لكنه أمس نادي النصر كان نادي مشرف، لاعبينه على قدر الحدث، خسر من نادي الهلال، لم يخسر من أي نادي يعني أقل منه مستوى. طب وش اللي ينقص لما يفصل بالتركي مع النصر؟ الوقت. أنا في نظري الوقت الآن. لا الآن 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 كي يحقق بطولة. لا، البطولة بيد الله سبحانه وتعالى، وتجي مع الوقت مع العمل تجي بإذن الله. ما تجي إلا بيد الله سبحانه وتعالى البطولة. لكن أنت في داخل الملعب العب زي مباراة أمس، والنصر لن يحاسب على أي كل شيء بيد الله، ولكن في أسباب. إيه؟ من ضمن الأسباب العمل الجيد. إيه؟ عشان كذا أنا يعني لا تقطع كلامي، أنا أقول العب زي أمس، خلي فريق النصر يقدم مبارياته بنفس الروح وبنفس الأداء اللي شفناه في مباراة أمس. جت البطولة أو ما جت لن يغضب أحد. بس المنظر اللي شاهدناه هو
تطرق لها مؤثر اللي هو بالفعل يعني كانت مؤثرة دموع نجل للأمير فيصل بن تركي طبيعي يعني كانت مؤثرة حتى لكافة الجماهير يعني طفل صغير ويتمنى لوالده يعني التوفيق ولكن أنا على ثقة بأن جميع جماهير النصر الواثقة والواعية بفريقها حينما رأت الفريق أمس لم تغضب كثيرا من البطولة نعم من ضياع طيب. البطولة طيب حتى نختم الحديث عن الجانب النصراوي بننتقل إلى موضوع آخر بنعود للفريق الهلالي تتفق معه في الفريق النصراوي ماذا ينقصه كي يعود للواجهة من جديد للبطولات في ظل هالعمل المميز والعمل الجيد اللي يقدم الإدارة والمثابرة يعني تسير في الطريق الصحيح إيه ثبات على المدرب استغلال لا 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 المرحلة المقبلة يعني أفضل استغلال بروز لاعبين جيدين الثبات عليهم الثبات على المدرب مواصلة العمل المميز أعتقد أنها كفيلة وعلى فكرة اللقطة المعبرة اللي تكلمت عنها إن كانت ظهرت من طفل صغير وهو ابن رئيس النادي فما جت من فراغ هي تدل على عشق هذا الولد اللي استمد من عشق به لناديه وبالتالي على الجماهير أن تثق بفيصل بن تركي كقائد نعم. الدفة النصراوية طيب اليوم متابعينا في الجانب الهلالي كان هناك احتفالية مختصرة بعد تتويجهم مساء الأمس بكأس ولي العهد القناة الرياضية تواجدت هناك وكان هناك تصوير لكافة اللقطات وهذه الاحتفالية وأيضا مجموعة من اللقاءات نتابع في الرياضة وقبلها عضو شرف لم يسبق أن أسأت لأحد ولا يمكن أن أسئ لأحد صحيح. رقم اثنين أنا يعني عندي شجاعة أني أسمي الأمور بمسمياتها لو أردت أن أسئ لأي أحد سأسئ له مباشرة ولو أنه ما هو من طبع الإساءة رقم ثلاثة ارجع لكل تصريحاتي في الخمس مرات اللي أخذنا فيها كأس ولي العهد بشكل متتالي كان النصر هو طريقنا لكأس ولي العهد يعني دائما قبل النصر ونفوز عليه ستجد لغة خطابي دائما واحدة هو الاحترام للمنافس أيا كان فما بالك بالنصر ارجع تحديدا الخطاب البارح في كل القنوات ستجد اني كنت دائما ابدأ بان احنا امام منافس تقليدي وكبير وفريق عريق والتنافس معاه تاريخي فماني محتاج اني اوقف عند النقطة كثير يعني. الحديث كان يتكلم انه فعلا اعيدها واكررها ان احنا فعلا عندنا اعضاء شرف ولاعبين وجماهيرين يعني يستطيعون ان يعيدون المياه الى مجاريها والاشياء الى وضعها الطبيعي في كل شيء احنا لما يكون في احباط نرجع الوضع الطبيعي زي ما حصل طلعنا من الشباب انهزمنا قصدي من الشباب وكان في احباط استطعنا في اربع ايام الحمد لله ان الاحباط هذا يزول نفوز بالكاس ايضا حينما نفرح نفرح بحجم طبيعي وحجم معقول وبقدر معقول ولا نبالغ في الفرح هذا ديدنا يعني. فبالتالي من هالمنطلق المساله ما هي محتاجه تبرير اللي وبعدين اساسا يعني إذا كان أنا لو أبغى أسيء للنصر ما حقول كان أستطيع أقول سنعيد النصر إلى حجمه الطبيعي بس هذه المفروض ما تعتبر إساءة لأن النصر حجمه الطبيعي نادي كبير يعني. فاللي فهمها إساءة المشكلة في فهمه ورؤيته للنصر أول شيء أفصح خطرتي وقعد مرتاح وأعصابي تكون أهدى ثاني شيء تحقق الغرض المطلوب أشوف اللاعبين قبل المباراة وبين الشوطين فبالتالي كل الأغراض تكون وأبعد عن فيها مشكلة واحدة غرفة الملابس أنه تعرف التلفزيون الملعب سابق التلفزيون فأنت تسمع صراخ الجمهور مثل وش السهل يعني مثلا سمعت صراخ الجمهور أنا في بلنتي الشلهوب ولا أدري من اللي صرخ جمهور النصر ولا جمهور الهلال التكاتف الجميع يعني كنا عازمين كل العزم أن نطلع بشكل كويس ونكون يد واحدة أن النتيجة بتيجي بعد توفيق الله لكن نستمر ونقاتل حتى آخر لحظة بس محمد حتى النصراويين متكاتفين طيب والله شوف كان نهاية جميل صراحة علشان أنصف الجميع كان نهاية جميل الكل والله كان يتكلم عن النهاية كانوا يقولون هذا الهلال وهذا النصر وكان يعني النهاية جميل بحضور سمو سيدي الأمير سلمان الكل يعني كان مبسوط ويقول يعني كان يوم فرح لقاء مع الأمير عبد الرحمن سعد وأيضا محمد الشلهوب في الاحتفالية اللي أقامتها الإدارة الهلالية هذا اليوم احتفالية مختصرة بعد تتويجهم أبطال لكأس ولي العهد فاصل ونعود معكم متابعينا من جديد
اهلا بكم متابعين واصل ما تبقى في حلقتنا من الملعب ونتابع معكم ردة فعل الجماهير الهلالية بعد حصولهم امس على كأس ولي العهد. والله مباراة كبيرة يعني الهلال والنصر يعني خلاص مباراة كوسي من يسجل بس الله يهدي الهلال اخر الدقائق هو اللي يعني رجع النصر في الدقيقة الأخيرة سجل الهلال ثم رجع النصر خفت الحمد لله رجع ورجعنا اللهم لك الحمد كل هذا بجهود اللهم لك الحمد الأمير عبد الرحمن بمساعد وبجهود الإداريين والفريق كامل والله ويرجع الفضل كله بفضل الله طبعا يعني ما راح أحد يختلف عن هالشيء الجمهور اللي حضر هذا جمهور عاشق جمهور جل البطولة رقم 11 والعاشرة للشلهوب احنا عندنا أهم شيء العاشرة للشلهوب وست بطولات ورا بعض جلسات الله يبارك بعمرك والله كيف شفت الهلال اليوم؟ والله ممتع والله الجمل صراحة ممتع صراحة بيض الله وجههم ما قصروا جابوا الكاس بس هذا مو بالهلال خفت من النصر؟ ما أعرف النصر ما يخوف ليش نخاف من النصر؟ بس جاء التعادل جم جاب التعادل في الدقيقة 120 يا أخي حرام الله يبارك فيك هذا تعمر نادي الجمهور الزعيم اللي جاء من العصر جمهور الزعيم هذا جاء من العصر ما يطلع لك فائز اوكيشن واحد الفوز من درهم سعد ونواف وسامي الجابر وجميع كل هلالي واحديك والله عالم ها عالم ما يحتاج الشلهوب والله ما يحتاج الله الله يوفقه ان شاء الله والله هلال اداء جيد صراحه بس النصر ضغط في الدقائق الاخيره بس الحمد لله شفتوا من البطولة تروح عليكم بعد الهدف النصر البطولة تلحق النصر صراحة بس الحمد لله أخذنا البطولة والنصر ده يعني الهلال ست بطولات ورا بعض تهانينا لكافة الجماهير الهلالية بعد قليل بنتابع ردة فعل الجماهير النصراوية عبد الوهاب قبل ما ننتقل لردة فعل الجماهير النصراوية يعني واحد من الجماهير كان يقول يعني ألف مبروك ومبسوط وفرحانك بس كان يقول هذا هي مو بالهلال اللي نعرفه هذا الكلام اللي نتكلم عنه قبل شوي تصريح نواف مساعد طرقناه في بداية الحلقة الجمهور صعب إرضاءه جمهور أي نادي عاطفي يعني سواء جمهور الهلال جمهور النصر جمهور الاتحاد جمهور الشباب جمهور الأهلي جمهور أي نادي آخر صعب إرضاءه غير البطولة ما يرضى وغير يبي بطولة ومستوى جيد وإبداع وأهداف يبغى كل شيء توفر كرة القدم واحد زائد واحد يساوي اثنين المهم أني أفوز وأحقق كأس هذا كرة القدم ولكن الجمهور يبغى كل شيء في كرة القدم كل عناصر كرة القدم يبيها وذلك من الصعب إرضاءه أنا أقول الله يلوم الله يعين اللي يلوم إدارات الأندية واللاعبين يعني اللي يلومهم انا اشوف انه مخطئ خاصه الانديه الجماهيريه ايضا اتطرق لنقطه مهمه هو ما جاء من فراغ كلامه هذا هو ينتظر يعني مشكله نادي الهلال الازليه انه فريق كبير يخرج من بطوله الى بطوله اخرى يوم الاربعاء المقبل امام العين في البطوله الاسيويه هل المشجع يبدو انه خايف انه يتعثر الفريق في البطوله المقبله وبالتالي ابدا ملاحظته أنا أشوف المستوى الهلال بالنسبة للمباراة النهائية أمام فريق منافس وديربي فريق قوي في الوقت الحالي مثل النصر نعم. أنا أشوف المستوى رائع طيب من الجماهير الهلالية وردت فعلها بعد فرحتها مساء الأمس إلى الجماهير النصروية لا مو بهارد لك بالعكس حنا فايزين راضين بالمستوى بس راضين بالمستوى عادي ايش خسر النصر؟ ها؟ ايش خسر النصر؟ ما خسر عادي بلنتيات وعادي ما في اي شيء بالعكس فايزين احنا ما ادري ايش نقول صوتي انبح صوتي راح لا حول ولا قوة الا بالله ما ادري اليوم ما ادري ايش فيه شكرا لك ايش اللي صار؟ ما قدم رجع النصر هو رجع النصر للمباريات النهائية لسه ما رجع للبطولات لكن إن شاء الله القادم أحلى يعني اليوم باستوس كان سيء جدا 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 ما كان في مستوى تغييرات المدرب كانت مرضية لكم والله استعجل في عبده والشيء الثاني تمنيت أن
يلعب باثنين هجوم احسن، الراهب والسهلاوي افضل منه يخلي الزيل على الشوط الثاني ويدخل. ان الكاس للهلال يستحقون الهلال، بس الحمد لله على المستوى، المستوى الحمد لله استوى، مستوانا الحمد لله. شوف الهدف حقنا كيف هدف مجهود، هم هدفهم بلنتي، ولا المستوى حل للمستوى لنا النصر والحمد لله، وقدامنا العربية وقدامنا ان شاء الله الكوس الثانية ان شاء الله ونجيب ان شاء الله. مبروك لله. الحمد لله على كل حال، النصر ما قصر، لعيبة ما قصروا، بس الحظ ما الحظ ما حالفنا الحظ. بالنسبة للحكم والله ظلمنا، والله انظلمنا. ما تتكلم عن التحكيم، تتكلم عن فريقك، فريقك اليوم هل أدى، هل أنت راضي عنه؟ الحمد لله، الحمد لله راضي بكل الرضا، راضي كل الرضا. وبالنسبة لل هلالية هلالية هلالية، واللعيبة ما قصر والرئيس ما قصر، كل شيء تمام الحمد لله. شكرا للزميلين أحمد أبو مسمار ووائل قحطاني على هذه التغطية. أبو نايف، الجماهير النصراوية بالرغم من وقع الخسارة عليها، لكن يبدو أن هناك رضا على عمل الإدارة النصراوية، على عمل فريق نصراوي. بلا شك، أنا يعني من النادر أنك تشاهد الجماهير تخرج من نهائي وخسرانة وتلقاها بهذه الروح يعني جميلة. هذا الجماهير اللي تراهن عليها، الجماهير اللي فعلا تقول انت قدم لي مستوى جيد داخل الملعب، النتائج عاد من الله سبحانه وتعالى. النصر غايب عن البطولات فتره طويله، يعني كونه زي ما تفضل قبل شوي نتكلم تحت الهواء، انهزم اربعه العام، السنه هذه ضربات ترجيح، يعني المستقبل ان شاء الله ماشي، وبعدين معظمهم لعيبه صغار، اداره الامير فيصل بن تركي قاعده تدفع. اي نعم نعم. طيب ايضا حتى ابو نايف، الجماهير النصراويه تحديدا، يعني انت قلت ان الفريق منقطع من فتره طويله عن البطولات، يعني هذه رساله للاداره من الجماهير النصراويه باننا راضين عن كل العمل، العمل اللي قاعد يصير. بالتالي كان هناك مصالحه من قبل امير فيصل التركي من خلال الرساله اللي وجهها للجماهير. شوف، الجماهير وصلت لمرحله انها رفعت الكرت الاحمر لاداره الامير فيصل. صحيح. انا شخصيا في اكثر من برنامج طلبت الامير فيصل بن تركي بالاستقاله، لكن بعد ما تجاوز اخطائه الكثيره في بدايه في البدايه الى ان اوصلنا لهذه المرحله الرائعه الجيده، له حق علينا ان نشيد فيه، ان نتمسك بـ 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 بادارته وبقائه. يجب علي ان يعني كما كنا ننتقد، يجب علينا ان نثني عليه. نعم. ذهاب اللاعبين بعد نهايه المباراه، مباركتهم لنادي الفريق الهلالي، كارينيو لما راح صافح اللعيبه وبارك لهم، يعني كانت هناك بعض المناظر اللي سواء تابعناها او حتى وصلتنا فيها رساله عبد الوهاب بلا شك للمسؤولين الاعلاميين للجماهير لنبذ التعصب. أنا الآن احتفظ بجوالي من كثر إعجابي بالصور هذه، محتفظ فيها بالجوال. بعد نهاية المباراة مباشرة في أرض الملعب، اتجه ياسر قحطاني ونواف العابد إلى دكة البدلاء اللي كانوا متجمعين فيها لاعبي النصر، واسوهم وسلموا عليهم وواسوهم على الخسارة. بعد المباراة مدرب النصر ورئيس النصر يتجهون لغرفة الملابس الهلاليين ويباركون لهم بالكأس. هذه كرة القدم الحقيقية، أنه التنافس لا يتعدى التسعين دقيقة ولا يتعدى البساط الأخضر، يعني الروح الرياضية يجب أن تكون سائدة. وبالمناسبة ذلك الفعل الذي صدر من لاعبي الهلال ولاعبي النصر وإدارة الهلال وإدارة النصر سينعكس على جماهيرنا، وعيهم وثقافتهم اللي بدأت تسود الآن وبدأت يعني تنتشر في ملاعبنا ستؤثر على الجماهير، وبالتالي سينخفض معدل التعصب وجهة نظري مع الاستمرار على هذه الأفعال المميزة. كانت سبب من أسباب خلينا نقول انخفاض مستوى الكرة السعودية الاحتقان اللي في الشارع الرياضي. أنا أوافق الرأي 100% أنه الاحتقان له دور، ولكن الدور الأكبر إذا هذا حلقة يحتاج حلقة أخرى. نعم. وجدنا سوء الإدارة الرياضية هو اللي دهور المنتخب. أبو نايف، كرة القدم أنا تجمعنا لا تفرقنا. أتفق معه. أمس شفنا رؤساء نادي كيف يعني يتحدثون مع بعض، مدربين اللاعبين ذهابهم لغرفة الملابس. شفنا أيضا لقطة نقلتها السعودية الرياضية عن مشجع هلالي
ومشجع نصراوي ذوي الاحتياجات الخاصة وهو يدخلوا الملعب بالعربية. أصدقاء واحد نصراوي واحد هلالي ذهبوا الملعب. المشكلة ليست في هذول، المشكلة فينا حنا الإعلاميين. الإعلام الرياضي 80%، طبعا أنا ما نزه نفسي منهم 80%. لا ترى أنا نزه نفسي. لا أنا بالنسبة لي أنا لا أنزه نفسي، يعني 80% من الإعلام الرياضي هم سبب المشاكل هذه كل اللي قاعد تشوفها، الصراعات الخارجية. يعني مثلا الأمير عبد الرحمن بعد المباراة، الأمير عبد الرحمن مساعد بعد المباراة قال لما سألوا عن نادي الهلال، قال إنه بتكاتف أعضاء الشرف ووقوف أعضاء الشرف مع الإدارة وتكاتف الجماهير عادت المياه إلى مجاريها وعادت الأمور إلى نصابها الصحيح. نعم. إعلاميين بدأوا يأولونه أنه يقصد النصر ويستنقص من النصر. عفوا هذول مو بإعلاميين، هذول دخلوا من الشباك قفزوا على الإعلام. هذول أنا اللي قريتها أنا في التغريدة هذه اعتبرها لا تخرج إلا من شخص غير واعي. طيب ولو يسمح لي اللفظ أنه حثالة اللي أصدر هذه التغريدة. طيب لأن طيب تلفظ شخصيا احنا عبدوها ما عفر عفر. احنا نرتقي باختيار المفردات، يعني ما نوصل هالمستوى. يعني لا انا ما قرأت احد قرأت تغريدة. لا ما نتكلم عن التغريدات التويتر هذا انا اتكلم عن الفيسبوك او مواقع التواصل الاجتماعي ما لنا علاقة فيه. احنا نتكلم عن الاعلاميين ودورهم في نهضة الكرة السعودية. بس لك حق النقد في العمل في حدود الادب. بالتأكيد انتقد العمل كما تشاء ولكن لا تصل طيب إلى الأشخاص. طيب الأشخاص. طيب كان هناك متابعين عمل وجهد جبار من كافة الزملاء في القنوات السعودية الرياضية لنقل هذا الحدث المهم والمرتقب من كافة الجماهير السعودية، وكان هناك أيضا مجموعة من اللقطات اللي عنوناها تحت كواليس القناة الرياضية وعملها مساء الأمس. نتابع. والله ان شاء الله الاستعدادات ان شاء الله طيبه، طبعا بوجود عبد الرحمن العنيق، بوجود فيصل العرفج، ممدوح الشباب، فهد العتيبي، كلهم طبعا متواجدين يعني، وان شاء الله نساعدهم ان شاء الله باذن الله. كم كاميرا اليوم يا محمد؟ تقريبا 30 كاميرا تقريبا. اول شيء متى جاي؟ ها؟ متى جاي؟ من الساعه 2 الظهر. 2 الظهر. بك وش تسوي؟ مباراة تستاهل يعني، الواحد يجي بدري يجهز لها ان شاء الله. هذا حبيبي اثنين ايام، هذا طبعا اكثر واحد اللي تعب معنا الاستديوهات التحليليه، بس مشكلته انه فاهم كره زياده، هذه مشكلته، يعرف ادق التفاصيل. مباراه بالعكس يعني مباراه قويه، هلال والنصر. تعرف انت شفت الجمهور جاي من الساعه 3، ما فتحوا البوابات الا الساعه 5، بس ان شاء الله انها تظهر بصوره يعني كويسه بين الهلال والنصر. طبعا راسلنا عبد العزيز الحميد اللي ما شاء الله متواجد في كل مكان. ما شاء الله، قل ما شاء الله. طيب ما شاء الله. كيف تشوف مباراة اليوم عبد العزيز؟ والله شوف وائل، ان جايين تعرف متغدين سوا اليوم، موجودين هنا في هالمباراة متغدين سوا. الجمهور حاضر قبل الساعة، من الساعة تقريبا 12:30 حاضر، صلوا الجمعة طيب واحضر المباراة. شكرا يا اخوي وائل، وانا احب اشكر اليوم الطاقم اللي يخرج بقيادة الاستاذ عبد الرحمن العنيق، واخي الاكبر طبعا فيصل عرفج، وصديق الروح محمد المريبض، وصديقي بعد ثاني فهد العيلة يطلع. إيه فهد عيلة يطلع، وممدوح الشباب في العربة طبعا، كل دولة والمصورين. كل الشكر لكافة الزملاء في القنوات السعودية الرياضية. قبل ما نودعكم متابعينا، اليوم قاد المدرب الأسباني بينات ومساعده المدرب الوطني عمر المحضار تدريبات الفريق الكروي الأول في إطار التحضيرات لمواجهة فريق الفتح يوم الجمعة المقبل في الجولة 21 من مسابقة دوري زين السعودي للمحترفين. كانت إدارة النادي أقامت حفل وداع لمدرب الفريق الكروي الأول السابق الأسباني كانيدا بحضور رئيس مجلس إدارة المهندس محمد فايز ونائبه المحامي عادل جمجوم وعضو مجلس الإدارة الشريف فيصل بن فتن. تعليق باختصار ابو نايف على الوداعيه اللي اقامتها اداره الاتحاديه لنادي الاتحاد للمدرب الاتحادي. والله انا شايف انه كان اذا كان مدرب جيد استمر مع نادي الاتحاد بشكل ممتاز وجيد الى مشكله اللاعب سوزا، ومن بعد بدا انا اعتقد انها مشاكل اللاعبين يعني. ايضا جميعنا نتذكر مانويل جوزيه
نعم. مدرب جيد فرطت فيه الإدارة الاتحادية. عموما يعني أنا شخصيا أحب نادي الاتحاد، أتمنى أن يعود قريبا، أتمنى أن يتخلص من الصراعات الشرفية، أنا أتمنى أن يلتم أعضاء الشرف حول ناديهم. نعم. لأنه جماهير نادي الاتحاد، جماهير نادي الاتحاد تستحق الكثير حقيقة. نعم. عبد الوهاب باختصار لو سمحت. هو قالة متوقعة وتحدثت عنها يوم الثلاثاء الماضي هنا في الاستوديو هذا في برنامج رسال، قلت انه كنيدة في طريق الى الإقالة. طيب احنا وصلنا لنهاية حلقتنا، شكرا لك عبد الوهاب الوهيب. شكرا لك، وتقدير ومحبة واعتزاز بجمهور النصر وبنادي النصر وبإدارة النصر وبجمهور الهلال وبنادي الهلال وبإدارة الهلال، لهم كل التقدير ولجميع الجماهير السعودية اللي شاهدتنا اليوم. حديثنا كان آراء شخصية بالتأكيد، قد تكون صحيحة وجهات نظر خاطئة. أكيد. نعم. توفيق خليفة، شكرا لك أبو نايف، يعطيك العافية. شكرا جزيلا. ولو أنك تأخرت علينا بداية الحلقة. أنا اللي أطلبكم ربع ساعة. يعطيك العافية. شكرا لك. شكرا جزيلا لك. وبس أنا ودي آخر كلمة أقولها، وبارك الأمير عبد الرحمن مساعد هذا النجاح. أقول له يا أبو فيصل أنت تعبت كثير، ضحيت كثير من أجل نادي الهلال، نادي الهلال والجمهور يستحق وأنت تستحق. نعم. شكرا لك أبو نايف. شكرا لكم متابعينا، وصلنا إلى نهاية حلقتنا اللي خصصنا الجزء الأكبر منها لحديثنا عن نهائي مساء الأمس. الزملاء عبد العزيز الناجي مدير الإعداد، ومن الإعداد معاذ الحميد الحميدي، وعبد العزيز الحقباني، وسهل الغانمي، وسعد آل صالح، وعلي المالكي من يقود دفة الأمور الفنية. لكم منهم أجمل وأرق التحايا، محدثكم بندر الشهري. أتمنى لكم ليلة سعيدة، غدا حلقة جديدة، وإلى اللقاء. I'm